Hello, hello. Hello. Can you hear me? Hello. Hello. Yes. Welcome back. Thank you. Do you Today think is a lovely special. the topic is difficult? Do you think it's a difficult topic today? No, I think it's interesting. No. It's interesting. But I think it's somehow confusing. Okay. I want you to watch this video and take care and be aware of how the connected speech happens. Okay? Okay. Can you see the screen now? Yes. Have you heard that? No. 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 You haven't heard any sound? No. No. Okay, I'll try again. Simulation of two. You haven't heard anything? No, sir. Okay, I'll try to play it in a different way, and if it doesn't work, I'll upload it on WhatsApp for you to watch and listen. Okay, thank you. The second idiom or the second term we need to know about is elision. What is elision? يا بالعربي الاتصال لا مش الاتصال إليجن بالعربي بقى الإخفاء إخفاء لما بيجي صوتين ورا بعض
واحد فيهم بيختفي من المشهد تماما، ده بيسموه illusion. هنشوف ازاي بيحصل in English how illusion happens. بص، اول ما تسمع كلمة illusion تخيل ان في loss of a phoneme. يعني ايه؟ في فونيم ضاع. Most commonly the last phoneme of a word غالبا هيبقى هو الفونيم الاخير في الكلمات الاخيره ت ان د. اوكي، هتلاحظ ان الت والد بيروحوا. فاكرين مستر محسن لما قال next to next to. ماشي، الت ساوند راحت. تعالوا نشوفوا مثال. لما اقول لكم he leaves next week. انا عايز انطق الجمله ديت كونكتد. هقول بقى he leaves next week. ايه اللي حصل للت ساوند؟ ها؟ omitted. It was omitted. Deleted. Okay. Deleted. It was dropped. طيب ايه السبب يا ترى؟ في قاعده قال لك في، عشان التي ساوند دوت وقع ما بين الكونسوننت كلاسترز. شايفين اللي قبلها؟ شايفين الاكس اللي قبلها؟ الاكس لوحدها ديت يا جماعه تو ساوند، هما الاثنين الاكس لوحدها تو كونسوننت. بصوا انسى صح كده. واللي بعدها، اللي بعد التي كلمه ويك بدا بكونسوننت اللي هو و و، صح كده. يبقى التي هنا وقعت ما بين ايه؟ كونسوننت. فبتسقط، فتقول كده next week next week next week بمنتهى البساطه. بص الترانسكريبشن بتاعها، شايفينه؟ يعني كلمة next التي بتتنطق. أيوة ماشي، على عيننا وعلى راسنا، بس لو جاي بعدها consonant تاني هيبقى في صعوبة إن أنا أجمع مجموعة الكونسوننت دي جنب بعض. فمين فيهم أضعف حاجة ممكن تتحذف وما تعملش أي مشكلة في الجملة؟ في النطق. التي والدي فتبقى next. تعالوا نشوف الرول بتاعتها. بص يا جماعة، بقول لكم القاعدة بتقول the most common illusions in English are t and d when they appear within a consonant cluster. لما بتبقى واقعة ما بين مجموعة الكونسوننت قبلها وبعدها. ماشي؟ كلكم شايفين مثال؟ بص we arrived the next day. The next day. عايز انطقها connected بقى. Next day. Next day. Next day. Next day. فيها أي مشكلة؟ طيب أنه الأفضل بالنسبة لي أنا كمدرس وأنا بنطق؟ أصل أنا خايف يا مستر الطلبة ما يفهموش مني حاجة خالص والله، وهيبقى أنت ذنبي في رقبتك. لو أنت قلت كلمة next day أنت كده يعني ما وضحتش يعني ولا جبت التايه على فكرة. لو قلت للطلبة we arrived the next day هيتعودوا عليها وهيفهموها وهيقلدوها وهتبقى صح. ولا ايه رايكم يا جماعه؟ تمام. انتوا رحتوا فين؟ في بعض المدرسين في بعض المدرسين عندهم وجهه نظر ان هو هينطقها next day عشان الطلبه يفهموا. حضرتك انت بتؤيد راي المدرس ده؟ لا، هم لو اتعودوا عليها هينطقوها كده. ما فيش اي ميزه في انك تعودنا على غلط وتقول لي عشان تبقى شاطر وكويس يعني. ما تقولها حضرتك انطقها صح وانا ما فهمتهاش المره دي هفهمها المره الجايه وهتبقى next day next week. سهله خالص. طيب مستعدين للإليجن اللي بعديه؟ تعرفوا ان الكومبلكس في عندي كومبلكس كونسوننت كلاسترز ار سمبليفايد. احيانا بيكون في مجموعه من الكونسوننت جنب بعض يا جماعه صعبين والله، عشان نبسطهم فبنضطر نحذف الت او الد منهم. بصوا الفعل acts
acts. لما يكون بقى جاي بعدها كلمة like فأنا عايز أقول الجملة على بعضها she acts like she owns the place. ها؟ هتقال acts. أيوة. إيه اللي أيوة. حصل في كلمة acts؟ بقت she acts. She acts like. She acts like. Acts like. ماشي؟ خد مثال كمان. Teachers use authentic texts to teach from. بصوا الكلمة texts. 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 لو أنا حذفت التي يبقى أنا كده بسطت الكلكيعة اللي هي كانت عبارة عن اكستس. اكستس. متابعين كده يا جماعة؟ فلو اتنطقت texts. Texts. To teach from. أصبحت أسهل بكتير. ده بيسموه simplification بالنسبة للconsonants clusters. تعالوا ناخدوا مفاجأة كمان. تعرفوا إن الشواء الصوت المحير ده بيختفي لما يكون عندي المقطع unstressed. يعني إيه unstressed؟ يعني مش هو الموقع اللي مش هو المقطع اللي واخد الايه القوه بتاعه الكلمه المقطع الضعيف. ماشي. بص كده المثال اللي عندكم بيقول I think we should call the police. كلمه police لما اجي اعمل الترانسكريبشن بتاعها هتلاحظوا ان البي ساوند هيبقى وراها شوا. ماشي. والال ساوند هيبقى وراها لونج اي. بوليس مش بوليس. طبعا في بعض المدرسين بيقولوا ده ويل كول ذا بوليس. لا الصح ان احنا نقول ايه بوليس. كويس. عارف هي امتى تبقى بوليس؟ لما يجي بعدها كلمه مان او وومن فنقوله كده ايه؟ police man. بس دي بقت كلمة تانية. لكن دي لوحدها تتنطق ايه؟ police. police. تخيل police. ان الشواء شواء اللي هي بعد البي ساوند ديت ممكن تختفي خالص مع النطق السريع. police. فنقول كده I think we should call the police. The مش police. ماشي؟ اللي بيحصل ان البي ساوند اللي وراها الشوا ديت راح تدخل على ال على طول وحصل إليجن للشوا. I love you forever. ناس كتير بنطقها love. لو خدت بالك من كلمه love أكن الايه ال وراها الايه الفاو أكن الشوا سقطت يعني. طب هي مستر هنا شوك كول دي برضو يعني الشد ممكن الده والك شوك كول ولا دي غلط؟ طبعا ايوه تنفع إليجن دي ايوه طبعا شوك كول وشوك كول okay. وشوك كول okay. هتلاقي نفسك انت بتقولها بشكل طبيعي خالص أيوة. وشوك okay. اخر إليجن عندي فيهم ان الفه ساوند بيختفي من كلمة أب. ماشي. بس لما يكون الكلمة اللي بعديها بدأ بconsonant يعني ايه؟ يعني الpreposition OF بننطقها of الفه. ماشي. يعني الحرف المكتوب هو الف بس الصوت اللي بيتنطق هو الفه. صح كده؟ لو الكلمة اللي هتبقى جاية بعديهم بدأ بvowel بدأ بconsonant اسف في الحالة دي الفه ساوند هيحصل له إليجن فيبقى مش منطوق. بصوا كده my birthday is on the first of May. طب أنا عايز أنطق كلمة of May متصلة ببعضها كده نقوله إيه of May. بصوا كده my birthday is on the first of May وكأن الفه ساوند ما بقتش موجوده first of May. عشان كده هتلاحظوا في الامريكان انجلش بالذات كلمه kind of لا
لما اجي اقول لك نوع من انواع الاسماك او كده هم دايما بيطلعوا ايه؟ كايندا. ايوه كايندا. كانفش. كانفش. اكنه بينطق الشوا بس من غير الفي. ماشي؟ تعالى اسمع منهم كلمة It's a complete waste of time. Waste of time. أكن الفه اختفت. It's a complete waste of time. Waste of time. Waste of time. طب إيه بقى الانتروجن؟ الانتروجن ده يعتبر عكس الإخفاء تماما، هو إدخال صوت لم يكن موجود بالكلمة من قبل. فالشيء الطبيعي لما أنت تسمع إن الانتروجن يعني معناه إن إحنا هندخل صوت مش موجود في الكلمة، هتقول لي طب وليه هنعمل كده أصلا؟ أولا إحنا بنعمل الانتروجن ده مع ثلاث أصوات بس. الـ R في حاجة اسمها intrusive R، والـ W لما تتنطق و، والـ Y لما تتنطق ي. متابعين يا جماعة؟ أيوة. أنتوا عارفين نطق الـ R في اللغة الإنجليزية بيبقى متوقف على قاعدة معينة. جماعة الأمريكان إنجلش قالوا، اللهجة الأمريكية قالوا إيه؟ إحنا هننطق الآر في كل الحالات. يعني إيه في كل الحالات؟ يعني لو جت في أول الكلمة هننطقها، ولو جت في نص الكلمة هننطقها، ولو جت في آخر الكلمة هننطقها. ده مين دولت؟ أمريكان. الأمريكان إنجلش. فتلاقيه بيقول لك right، وبيقول لك order. order ماشي. الار بالنسبه له منطوقه في كل الحالات. طب والجماعه بتوع اللهجه البريطانيه بريتش انجلش قال لك ايه؟ قال لك لا، احنا هننطق الار لو جاي بعد منها vowel، اما لو جاي بعد منها consonant او جت في اخر الكلمه خالص مش هننطقها. عشان كده تلاقي الجماعة البريتش انجلش يقول لك water. water ايوه، عشان الار جايه في الاخر فهو مش هينطقها، فيقول لك ايه؟ water. could you bring me some water please. water. water. ماشي. partner شريكك في لحد او حد مشاركك في مشروع ولا حاجه تقول عليه ايه؟ my partner. ايه ده؟ ما هي الار الاولانيه مش هتتنطق عشان بعدها تي، يعني جاي بعد منها consonant. ماشي كده متفقين؟ الار الاخيره برضو مش هتتنطق لانها جايه في الاخر، فنقوله ايه بقى؟ my partner. ده فرق اساسي ما بين اللهجتين في نطق الار بالذات. بس خدوا بالكم بقى من المفاجأة اللي جاية دي. بيقول لكم some accents of English are described as rhotic. في لهجة في اللغة الإنجليزية بيسموها rhotic accent. دولت الناس اللي بينطقوا الار before a consonant. زي دولت اللي هم عاملين زي الأمريكان إنجلش. بينطقوا الار إيه؟ في كل الحالات حتى لو كان إيه؟ اللي جاي بعد منها consonant. اما الجماعه الملتزمين قاعده نطق الار يا جماعه دولت بيسموهم non rhotic. يبقى عندي كده فيما يتعلق بنطق الار عندي كم 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 accent مشهورين؟ الروتيك والنون روتيك. الروتيك اللي هم هينطقوها، والنون روتيك مش هينطقوها. كويس؟ طيب فين المفاجأة؟ When there is a written R at the end of a word
and it occurs between two vowel sounds, speakers with non-rhotic accents often use the phoneme R to link the preceding vowel to a following one. الناس اللي هم non-rhotic دولت بيقولوا أنا حنطق ال R لو كان جاي بعدها vowel. ماشي؟ زي كده. بصوا أنا عايز أقول إن اللغة الإنجليزية بتاعتها ممتازة. يا ترى هقول her English ولا هقول her English؟ her English. قال لك بص على الكلمة الجديدة اللي جاية بعد كلمة her. إذا كانت بادئة فاول يبقى في الحالة ديت الار تنطق. فنقوله إيه بقى؟ her English. Her English. Her English is excellent. أما لو كان بعد الـ R كلمة بدأ بـ consonant في الحالة ديت الـ R ما تنطقش فنقوله her German. Her German is wonderful. Her German. واضح الفرق ما بين النطقين يا جماعة؟ Her English, her German. Her English, her German. Her German. كلام جميل. Her German. لحد دلوقتي ما دخلناش على الار اللي هتزيد بقى. بصوا المفاجأة. بقول لك لو في عندك كلمة آخرها فاول وكلمة أخرى جاية بعديها بادئة فاول عشان نمنع التقاء التو فاولز هنحط ار في النص. شايفين المثال الأولين ده اهوت يا جماعة؟ شايفين كلمة so؟ so الصوت الأخير بتاعها إيه؟ أو اللي هو الفاو. ماشي؟ طيب وكلمة إت؟ إت الصوت الأول بتاعها إيه؟ فاو. يبقى الكلمة دي انتهت بفاول I saw it happen والكلمة دي بدأ بفاول فاول دي آخرها فاول ودي أولها فاول عشان نمنع الالتقاء الاثنين دولت هنحط R في النص فنقول كده I saw it happen I saw it لا تخيلوا الترانسكريبشن ده بتاع الكلمة دي Sorry. Yes. I saw it happen. I saw it happen. غريبة صح؟ جديدة. غريبة جدا. غريبة جدا. تعالوا بصوا الكلمة، طب تعالوا شوفوا المثال ده. تعالوا شوفوا المثال اللي في الناحية التانية ده. كلمة law القانون آخرها vowel. وكلمة and بدء فاول انطقهم الاثنين كده لور اند اوردر لور اند اوردر لور 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 اند اوردر لور اند اوردر تخيل ديت في الحاله ديت يا جماعه احنا دخلنا صوت جديد على الكلمه لا الكلمه ديت فيها ار ولا الكلمه دي فيها ار عشان كده أطلقوا عليها اسم intrusive R. ماشي؟ يعني إيه intrusive؟ الفيرب أصلاً الفيرب اسمه intrude. intrude يعني شخص يا جماعة يقتحم مكان. شخص يتدخل فيما لا يعنيه. يعني لو عايز تقول لواحد لو سمحت خليك في حالك وما تتدخلش تقول له don't intrude. ماشي؟ هما ليه سموا الار هنا الار هنا سموها intrusive R لانها حشرت نفسها في النص فاهمني yes. يا جماعه شكلكم نمتوا لا طيب نو مستر هو حضرتك مكتوب ذا ميديا راح ار تو بليم دي اللي هو معنى intrusive
اه اقري حضرتك كلمة the media وبعديها Media. هتقولي هتلاقي نفسك بتقولي the media are to blame, the Media. media are to blame, the media are to blame. هتلاقي نفسك بتزودي ال R ده هي اللي هي intrusive R. كويس؟ طيب تعالوا نشوفوا المثال اللي بعديه. امسح الحاجات دي بس كده عشان ايه المثال يبان. بصوا يا جماعه عشان اكون صريح جدا معاكم, موضوع الار اللي دخلت على الكلمه ده انا مش شايف ان ليه اهميه كبرى زي موضوع ال W والي. حرف ال W وحرف الواي دولت اللي بنحتاجهم في الانجليش كتير جدا, وهتلاقي نفسك بتطبقهم عادي خالص من غير ما حد يقول لك ايه دولت اسمهم ايه حتى. بصوا يا جماعه الفعل جو اخره فاول صح ولا لا؟ تمام. وكلمه اون اون بدا فاول كده هيلتقي عندي كام فاول ورا بعض؟ two vowels. بص بقى إذا كان الفول الأولاني بيضم البق كده زي كلمة go حضرتك هتزود W من عندك عشان تنطقوا الاثنين مع بعض فتقول إيه بقى؟ go on. go on. go on. go on. كلنا بننطقها كده go on. yes. كويس؟ بس أنا حاسس إن في صوت كده زيادة هي الفعل اسمه yes. go on. قال لك ما هو فول فاول وفاول مش هيلتقوا مع بعض كده فاحنا فصلنا بينهم بالوه اللي هو الكونسوننت ده. ماشي تعالوا ننطقها تاني كده مع بعض go on. go on go on. طب تعالوا على اللي بعديها انطق لي كده go in go in. بص بص محسن لك ايه go in هي كده محدش بينطقها يقول لك جو ان محدش بيقول ان دي احنا كلنا بننطقها نقول ايه جو ان جو ان ايوه يبقى الله 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 ده في ده في صوت يا مستر هنا زاد هنا في وه وه جو جو ان ايوه عارف الغرض الغرض من زياده الصوت ده ايه؟ عدم التقاء الصوتين المتحركين. تعالى خد مثال كمان سهل جدا I want to eat. أنا عايز أكل أقولها إزاي in English. I want to eat. 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 بص عشان ال to آخرها vowel وال eat بدء vowel مش هينفع أقول I want to eat. I want to eat. I want to eat. I want to eat. ماشي هتلاقي نفسك. طيب عايز تقول لحد من فضلك اعمل الحاجه دي بليز دو دو ات دو ات. يا ترى احنا بنقول له دو ات ولا بنقول له دو ات؟ دو ات يا جماعه دو ات بليز دو ات. ها بليز دو ات. بليز دو ات. خدت بالك من الواد دي؟ طب قول لي كلمه هو از هو از هتتنطق ازاي؟ هو هو از اهي بصوا اهي هو از هو از هو از صح؟ هو از يس ده اسمه الوه ساوند. طيب تعالوا نشوفوا اليه ساوند. اليه ديت كلنا بنمارسها في حياتنا اليوميه بس برضه ما بناخدش بالنا. قول لي كده I agree بتنطقها ازاي؟ I agree. I agree. I agree. ها؟ I agree. I agree. لاحظتوا حاجه؟ I agree. بص I agree. I agree. ما بقولش I not separated yeah. ما بقولش I agree. بقول I agree I agree. لاحظت ان في يه في النص؟ طيب yes. لو ما لاحظتش هنا تعال نبص على المثال ده they are here
They are. They are. شاحنا بنقولها they are. They are. They are. They are. ايوه انا من وجهة نظر الشخصية ان الوه واليه اهم من الار في موضوع الايه؟ الانتروجن. يبقى الانتروجن يا جماعة هو ادخال صوت على الكلمة لعدم التقاء الاثنين فاول. غالبا بيحصل مع الثلاث اصوات بس اللي احنا بندخلهم الآ والوه واليه. ماشي؟ السؤال امتى ادخل الوه وامتى ادخل اليه؟ حسب ضمة البق. لو الصوت بتاعك بالضم هتدخل له الوه، لو الصوت بتاعك بالكسر زي اي اج اج تبقى اي. مش هينفع اقول اي واجري، فاهم؟ مش هيجي، مش هتتنطق اصلا. من الموضوعات الشيقه جدا في نطق اللغه الانجليزيه ان احنا بنعمل حاجه اسمها delayed plosion. كلمه plosion يعني انفجار الهواء. في عندي اصوات في اللغه الانجليزيه تحس ان الهواء كده بيطلع مندفع، صح كده؟ مع خاصه مع الاصوات اللي هي البايليبيال، الاصوات اللي هي بتطلع من الشفاه زي الفه كده، صح كده ولا لا؟ والماء. الاصوات دي يا جماعه بنحتاج ساعات نعمل pause، نقف شوية before the plosive gives us the name of this feature. لو حضرتك وقفت شوية أخرت سنة بسيطة انطلاق الهواء وانفجار الهواء هيدينا حاجة اسمها delayed plosion عشان توضح الأصوات. تعالوا نشوفوا مثال. تخيلوا أنا بنطق كلمة red eye. Red eye. وبنطق كلمة red eye. Red die. ركزوا كويس قوي في كلمتين. أنا عايز أوضح للناس إن أنا أقصد إن العين دي العين دي حمراء. ماشي؟ وهنا في الناحية التانية أنا عايز أقول إن الصبغة دي لونها أحمر، صبغة حمراء. ايه اللي هيفرق في النطق ما بين الكلمتين دول؟ عارفين هو ايه؟ الكلمه الاولانيه اللي هي ريد اي انا هقف على الده شويه، هاخر خروج الهواء شويه عشان تبان للناس ان انا عايز اقول ايه؟ ريد اي. لكن هنا مش هنقف. ماشي؟ كاتب لك كاتب لك بين قوسين نو ديلاي، يعني تقولها ايه؟ ريد داي. ريد داي. داي. ريد داي. بصوا ريد داي. ريد اي. ريد اي. انا اجلت هنا الانطلاق بالهواء سنه بسيطه علشان اقول للناس ايه؟ ريد اي. هنا لما انا لزقتهم في بعض اتفهم ان انا قصدي ريد داي. ريد اي. دي assimilation، ده تاني assimilation. لا هي الكلمة ربنا خلقها كده، أنا ما غيرتش حروف عشان أقول إن ده assimilation. واخدين بالكم؟ لكن أنا بس مجرد تأجيل خروج الهواء شوية عمل لي الخاصية دي. ده بيسموه delayed. بصوا كده مثال آخر، كلمة right eye وكلمة right tie. لو أنا عايز أوضح للناس الفرق ما بين الاثنين في النطق هقول لهم ايه؟ حاجه جاي في الاولانيه وهتاخر شويه هقول رايت اي. رايت اي. برافو عليك. وهنا رايت تاي. رايت تاي. مش هتتاخر هنا علشان تبان انها رايت تاي. بجد انت اختيارك في الكرافتات تحفه جدا. اتس ذا رايت تاي. هنا رايت اي. رايت اي. تاخير الهواء شويه عمل لي تمييز ما بين الصوتين. من الموضوعات اللذيذة جدا موضوع اسمه جانشر. تعرفوا ان كلمة جانشر ديت يعني منعطف؟ وانت بتنطق الكلمات لو سمحت وضح لي انت تقصد انه كلمة فيهم، وخاصة عشان المستمع ما يتوهش منك. تخيلوا كلمة ice cream والفعل ice cream. ماشي؟ وice cream لما احب انطق الكلمات ديت كده عايز اخلي المستمع يقصد ان انا بحب قوي اكل الايس كريم.
طب انا عايز اقول ان الطفل الصغير او انا عمال بصرخ بصوت عالي علشان حد ينجدني، ما حدش بينجدني. انطق الاثنين ازاي يا جماعه؟ ايس كريم. الاولانيه اللي هي الاكله اللي اسمها ايس كريم، ها مش مطلوب منك تعمل اي انعطافات. بصوا ايس كريم، ايس كريم، اي لايك ايس كريم. طب هنا بمجرد انك تقول ايس كريم، ايس كريم، ايس كريم، بمجرد انك ايوه بمجرد انك تتأنى شويه بس بعد الاي عشان توضح ان ده فاعل وفعل ايس كريم، غير لما اقول هنا ايس كريم، ايس كريم، في اختلاف. نفس الحكايه لو انا بقول لكم البيبي اتولد وعايزين نسميه، فانا اقول لك كده could you think of a name، a name، a name. هنا عايز اقول كل حاجه في الحياه لازم يكون لها هدف. A name. لو انا وصلتهم ببعض بقى هنا هيبقوا الاثنين زي بعض بالظبط. A name، a name، صح ولا لا؟ طب انا عايز اميز بينهم. حضرتك بس ايه وانت بتنطق هنا اقول له كده give the baby a name، a name. هنا an aim، an aim. اوكي؟ طيب مثال اخر عايز اقول يا جماعه، انا اللي عليا الدور اقول it's my turn. طيب فلان ده عنده مباراة وإن شاء الله احتمال إن هو يكسب، أقول إيه؟ My turn. يكسب فلوس أو حاجة. طيب عشان أوضح إن أنا قصدي الكلمة دي أقول إيه؟ ها؟ My turn. My turn. بصوا My turn. طب هنا؟ My turn. My turn. ما اقولش بقى might earn، اقول might earn. Might earn. ماشي؟ yes. علشان تدي للناس اللي يستمعوا ليك هو انت تقصد الدور بتاعي might turn ولا might earn. ده هيبقى بيتوقف على طريقه نطقك للكلمه وان انت تعمل فيها جنكشر، انعطاف بالصوت كده علشان المستمع يفهم. ماشي؟ تخيل لو انا بقول it swings، الحاجه دي عماله تتمرجح كده it swings، ولو انا بقصد ان الحاجه ديت لها اجنحه، الاجنحه بتاعتها اقول ايه؟ it's wings. بصوا it's wings، هنا it swings، it swings، it swings. ماشي؟ ف بوضح للمستمع ان انا اقصد هنا فاعل وفعل، وهنا بتكلم على الملكيه. امثله كتيره على الجانكشر ديت مهمه في توضيح الكلمه. Let's go to another example. الكونتراكشنز بقى كلنا عارفينها. When we have two words we can contract them to one word. احيانا بيبقى في كلمات احنا بنقدر نختصرها في كلمه واحده، سواء كان في الكتابه او في النطق. بما اننا بنتكلم على النطق تعالوا نشوف كلمه I am. لو انا عملت لها الاختصار بتاعها كده I am، I am، النطق بتاعها هيبقى ازاي؟ am. بصوا ده الترانسكريبشن بتاعها I، I am، I am. ماشي؟ مش أم، I am. ماشي؟